بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين حديثنا في كتاب منهاج الصالحين الجزء الاول كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لسماحة سيدنا السيد السيستاني مد ظله الوارف حديثنا في هذا اليوم في المسألة 1273 في هذه المسألة يقول سماحة السيد إذا لم تكفي المراتب المذكورة في ردع الفاعل لم يجز الانتقال إلى الجرح والقتل تقدم الحديث في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و ذكرنا سابقا انه هذه المراتب فيها المرتبه الاولى هي مرتبه الانزجار والانزعاج القلبي التي تظهر علائمها على الواجه والاعراض بالوجه والعبوس امام فاعل المنكر ونحو ذلك والمرتبه الثانيه هي مرتبه الكلام والحديث والموعظه والردع الكلامي وذكر سماحه السيد ان هذه المرتبه الاولى والثانيه هي على حد سواء الا انه لا بد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يختار الطريق الانسب والافضل في التاثير على الفاعل للمنكر في محاوله ردعه عن هذا المنكر الذي فعله واما المرتبه الثالثه فهي مرتبه الضرب ونحوها من الحالات التي تكون فيها حالة فعل من الافعال كالضرب والوكز ونحو ذلك ففي مثل هذه الحالة تقدم انه لا يجوز الاقدام عليها الا باذن الحاكم الشرعي الا باذن المرجع الجامع للشروط الشرعية فحينئذ هذه المرتبه من دون اذن الامام او نائبه الذي هو المرجع الجامع الشروط هذا لا يكون جائزا الا, يعني إلا باذنهما بنحو الاحتياط الوجوبي تقدم ذلك انه لابد ان يكون في هذه المرتبه العمل باذن الحاكم الشرعي وهي المرتبة الأخيرة التي هي من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا في هذه المسألة في هذا اليوم يتحدث سماحة السيد يقول أن هذه المراتب الثلاثة المتقدمة إذا كانت لا تكفي بأجمعها لا تكفي إلى في, في النهي عن المنكر لا الانزعاج القلبي ينفع ولا الكلام ينفع ولا الضرب الخفيف ونحوه من الافعال التي هي لا تصل حد القتل او حد الجرح الـ 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 ونحوه، وانما مجرد ضرب او واكز او قارص او نحو ذلك. هذه المراتب الثلاثه اذا كانت لا تكفي فحينئذ هل يجوز الانتقال الى مرتبه اعلى؟ الى المرتبه اخرى اعلى واشد وهي مرتبه الجرح مثلا، ان يعني يجرح الآمر يجرح الفاعل للمنكر حتى يردعه عن المعصية عن المنكر أو أنه قد تصل إلى الحالة من عدم الفائدة والجرأة من من فاعل المنكر بحيث يكون يقتل هل يجوز ذلك؟ يقول لا صراحة هذا غير جائز لا يجوز الانتقال إلى المرتبة التي توجب الكسر أو الجارح أو الـ القاتل ونحو ذلك هذه المراتب لا يجوز الانتقال اليها الا اذا كان ذلك باذن الامام المعصوم عليه السلام او نائبه الحاكم الشرعي الجامع للشروط الشرعيه وحينئذ يجوز اما بدون اذنهما مطلقا لا يجوز ذلك ولذا يقول في هذه المساله ولعل هذه المسألة يتفق عليها الرأي المشهور بين الفقهاء إذا لم تكفي المراتب المذكورة التي تقدمت في ردع الفاعل الذي هو فعل المنكر لا تنفع في لم تنفع في ردع الفاعل للمنكر لم يجز الانتقال إلى الجرح والقاتل وكذا إذا توقف الردع ردع المنكر على كسر عضو من أعضاء الفاعل للمنكر يقول أيضا لا يجوز الانتقال إلى كسر العضو على كسر عضو من يد كسر اليد أو رجل أو غيرهما أي عضو من الأعضاء إعابته أو غيرهما أو أو إعابة عضو جعل العضو يعاب كشلل يعني يضرب الضربة معين على اليد يوجب شللها لا يوجب جرحها ولكن يؤدي إلى شللها أو يضربه على ظهره مثلا فيؤدي إلى الشلل نتيجة الضربة ونحو ذلك كشلل أو اعوجاج فيتأثر العضو نتيجة هذه الضربة أو نحوهما فإنه لا يجوز شيء من ذلك هذا كله غير جائز مهما كان هذا الفاعل للمنكر متجرئا، معلنا بمعصيته، متجاوزا على الحكم الشرعي، مع ذلك لا يجوز الانتقال إلى هذه المرتبة من لمجرد أنه أي إنسان يقدم على الردع. نعم، هو يردعه بالكلام، يردعه بالانزعاج القلبي، يردعه حتى بالضرب الخفيف مثلا كما تقدم وفق الشروط التي ذكرناها، أما أنه يقدم على كسر عضوه عابة عضوه شلل العضو ونحو ذلك فضلا عن القتل هذا كله غير جائز فإنه لا يجوز شيء من ذلك وإذا كان الفاعل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد أقدم على, على ذلك قد أقدم على الجرح أقدم على الضربة الشديدة التي أوجبت الشلل او نحو ذلك من الامور غير الجائزه وان كان نيته الامر بالمعروف قصده هو الرد عن المنكر قصده القيام بعمل مشروع بل ربما الهدف منه التقرب الى الله سبحانه وتعالى حينما اقدم على هذا العمل لكنه هذا لا يكفي هذا لا يمنع من ان يكون هذا الشخص ضامنا لما اقدم عليه وان كان هو بنيه حسنه وبقصد حسن، هذا لا يكفي، اذا الوسيله لابد ان تكون مشروعه، الهدف مشروع نعم، ولكن الهدف المشروع لوحده لا يكفي في الاقدام على وسيله غير مشروعه، وهذا ما يتميز به الانسان المؤمن الملتزم بتعاليم الاسلام هو لكل منهما الهدف لابد ان يكون مشروعا والوسيله ايضا لابد ان تكون مشروعه. مهما كان الهدف مشروعا الا ان الوسيله اذا كانت غير مشروعه فلا يجوز الاقدام والاتيان بالهدف من خلال هذه الوسيله غير المشروعه. ولذا يقول واذا ادى الضرب الى ذلك اذا الامر بالمعروف ضرب الفاعل للمنكر او الامر الناهي على المنكر ضرب الفاعل للمنكر وادى الى شلله الى كسر عضوه الى جرحه يقول اذا ادى الضرب الى ذلك خطا او عمدا قد تكون الضربه هي نتيجه ضربة خطا ما كان يعني قاصد بهذا الشكل او انه لا كان متعمدا من اجل تعمده تعمده كان من اجل أن يردعه عن المنكر فأدى هذا الضرب إلى شلل عضوه إلى قطع يده مثلا إلى نحو ذلك من الأمور التي عابت هذا العضو أو أدت إلى شلله يقول حينئذ ضمن الآمر بالمعروف الذي أقدم على هذا العمل يكون ضامنا ضمن الآمر والناهي لذلك يقول حينئذ يكون ضامنا فيدفع له ديته ونحو ذلك كما لو كان الانسان معتديا يدفع الدية كذلك لو كان بهدف وبقصد النهي عن المنكر وادى الى مثل هذه الاعمال ايضا يدفع الدية ويترتب عليه الضمان الذي يذكر في باب القصاص وباب الديات ونحو ذلك فتجري عليه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تجري عليه احكام الجنايه العمديه يقول يترتب على ذلك انه يكون حكمه حكم الذي يجني على شخص عمدا من دون من دون ان يكون مثلا مستحقا لذلك ظالما له، الانسان حينما يعتدي على انسان اخر اذا كان ظالما له يترتب عليه اثر الظلم والحرمه ولكنه اذا لم يكن ظالما له بمعنى انه اراد ان ينهاه عن المنكر مع ذلك الاثر الوضعي وهو الديه ونحو ذلك يترتب عليه فضلا عن الحرمه لانه قلنا هنا لا يجوز فهو تكليفا غير جائز له هذا العمل ووضعا يترتب عليه الضمان فتجري عليه احكام الجنايه العمديه ان كان عمدا اقدم على ذلك هذا الامر أو الجناية الخطأية إن كان فعله خطأ فإذا ضربه خطأ يترتب عليه الضمان نتيجة الضرب الخطأ وإذا كان عامدا يترتب عليه الضمان العمدي ففي مثل هذه الحالة كل الأمور تترتب عليه كما لو كان غرضه غير مشروع لا فرق في ذلك يقول نعم يجوز للامام عليه السلام، الامام المعصوم عليه السلام يجوز له ونائبه بالخصوص يجوز للامام ولنائبه القيام بهذه الاعمال اذا وجد انه لا توجد وسيله اخف للردع عن المنكر الا هذه الوسيله بعد ان استنفذ كل الوسائل والطرق المشروعه ووجد ان القضاء على هذه الظاهرة المنكرة التي يقدم عليها مثلا بعض الناس، وإشاعتها في المجتمع تسبب ضررا كبيرا، فيتدخل الحاكم الشرعي نائب الإمام المعصوم عليه السلام، ويحق له حينئذ أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب ما يراه صلاحا ونافعا في الردع عن المنكر قال نعم يجوز للإمام عليه السلام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسد أهم من جرحه أو قتله يقول إذا كان مفسدته وإشاعته للمفاسد هذه أشد ضررا من أن هو يجرح أو يقتل يقول حينئذ يجوز جرحه أو قتله إلا أنه نؤكد لابد أن يكون ذلك بامر و... وتكليف من الامام المعصوم عليه السلام او نائبه الجامع للشروط الشرعيه وحينئذ لا ضمان عليه نعم الفاعل ال الذي كان باذن الامام او باذن نائبه هذا لا يكون ضامنا للجرح الذي حصل او للشلل الذي حصل او نحو ذلك الفصل الرابع في سائر احكامهما، هنا يتعرض بعد ذلك سماحه السيد مده ظله مجموعة من الاحكام التي ترتبط بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينتقل الى مساله جديده وهي المساله 1274. في هذه المساله يقول يتاكد وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله، يقول هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في أول عمل يقدم عليه المكلف للنهي عن المنكر هو أن ينهى أهله أولاده عن المنكر، فهذا النهي يكون مؤكداً في حق الأهل، في حق الأولاد، في حق المجتمع الذي يعيش فيه فيقول يتأكد وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبه الى اهله فيجب عليه اذا راى منهم التهاون في الواجبات كالصلاه واجزائها وشرائطها وجد انهم لا يعتنون لا يصلون او يصلون ولكن صلاتهم غير صحيحه نتيجه فقدان بعض الشروط فلا بد له ان يردعهم عن ذلك ينبههم يعظهم ينصحهم وهذا هذا يكون مؤكد في حقه بالنسبة إلى أهله وأولاده بأن لا يأتوا بها على وجهها هذه الصلاة على وجهها الصحيح المشروع لعدم صحة القراءة مثلا لا يقرؤون بشكل صحيح وعدم صحة الأذكار الواجبة حينما يقرؤون الأذكار الواجبة يقرؤونها بشكل غير صحيح من نحو غير العربي مثلا ملحون لابد أن ينبههم يلفت نظرهم إلى أن هذا العمل غير صحيح وصلاتكم مثلا غير صحيحة لابد أن تنتبهوا إليها أو لا يتوضأ وضوءا صحيحا قد يكون الصلاة صحيحة حينما يؤدونها ولكن الوضوء لم يكن صحيحا شروط الوضوء ما كانوا يؤدونها بشكل صحيح لا يحققونها بشكل صحيح إذا كان الوضوء باطل فالصلاة ستكون فالصلاة ستكون باطلة وحينئذ لابد له أن ينبههم يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر فهذا يكون مؤكدا في حقه أو لا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح فحين وقت التطهير مثلا لا يطهرون الملابس يصلون بملابسهم المتنجسة أو أو لا يطهرون أبدانهم بشكل صحيح هناك وسائل التطهير متنوعة فيها شروط مختلفة ف هذه الشروط لابد ان تتوفر حتى يكون بدن الانسان طاهرا لكي يصلي او لباسه طاهرا لكي يؤدي صلاته بشكل صحيح فحينئذ امرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم بحسب المراتب التي ذكرناها حتى ياتوا بها على وجهها الصحيح المشروع وكذا الحال في بقيه الواجبات غير الصلاه هنا سماحة السيد يؤكد على الصلاة باعتبارها مصداق مهم وبارز في التكاليف الإلهية المطلوبة من الإنسان، وهي مطلوبة من كل إنسان بشكل يومي. فلذا التأكيد عليها يكون باعتبارها عمود الدين، باعتبارها من التكاليف الأساسية المهمة في الإسلام. وكذا الحال في بقية الواجبات، يقول أيضاً كلامنا لا ينطبق على خصوص الصلاة وإنما ينطبق على كل الواجبات، كل التكاليف، وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات، قد يكون يؤدون الواجبات بشكل صحيح ولكنهم يتهاونون في بعض المحرمات، وهذه المسألة مسألة اجتماعية مهمة وتوجد في المجتمعات بسبب واحده من الاسباب الاساسيه فيها هو نقص التوجيه الذي يكون في الاسره نفسها. اذا لم يكن هناك تنبيه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر في نفس الاسره، فمن الطبيعي ان هذا الفرد سيعتاد على المنكر ويجد انه حاله طبيعيه وحينما يكون في خارج الاسره ايضا يقدم على مثل هذه الاعمال، اما اذا كان هناك تنبيه وتوعيه وتوجيه ان يؤدي هذه التكاليف ان يمتنع عن المحرمات هذا سيكون نافعا بالنسبه له ويكون دوره ربما في بعض الاحيان هو دور الناصح الموجه الذي ينفع الاخرين ويوجههم للطريق الصحيح وكذا اذا راى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة والعدوان من بعضهم على بعض هذا خصوصاً الشباب منهم قد يكون بعد لا زالوا الأحكام لم يطلعوا على خصوصياتها وتفاصيلها والذي يعيشون في مجتمعات هي يكثر فيها الـ الانحراف ومخالفة الـ الـ الواجبات والإقدام على المحرمات فيعتادون على مثل هذه الحالة لابد من تنبيههم حينما يضرب شخص شخصا اخر وان كان من باب المزاح ربما في بعض الاحيان الا انه يقدم على جرح الطرف الاخر هنا لابد ان يضمن لابد ان يعطيه ما يرضيه بالنحو المطلوب شرعا يدفع له ديته مثلا او يتراضى يتصالح معه بالنتيجه لا يترك الامر ويتهاون فيه وكانه لم يقدم على شيء، وكذا اذا راى منهم التهاون في المحرمات كالغيبه والنميمه والعدوان من بعضهم على بعض او او على غيرهم. بعض الاحيان الاولاد هم بعضهم مع البعض، الولدين الاخوين هم بعضهم يعتدي على بعض، هذا غير جائز. او يكون العدوان على اولاد اخرين من غير الاسره. أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرمات من قبيل الغناء مثلا الذي هو صار منكرا شائعا مع الأسف الشديد أو نحو ذلك من الأمور التي هي فيها محرمات وأصبحت حالة شائعة في الكثير من المجتمعات الإسلامية مع الأسف الشديد ترك الحجاب مثلا بالنسبة إلى البنت عدم اعتنائها واهتمامها بحفظ حجابها ولباسها وحشمتها وعفتها فتقدم على الكثير من الامور المحرمه التي هي غير مشروعه وغير جائزه تعتاد عليها لابد من تنبيهها، التاكيد عليها، نصحها ونحو ذلك فانه يجب فانه يجب ان ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصيه. ولكن في جواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبه الى الابوين بغير القول اللين وما يجري مجراه من المراتب المتقدمه نظر واشكال فلا يترك الاحتياط الوجوبي في ذلك في هذا الفرع ينتقل سماحه السيد الى فرع مهم ايضا بعض الاحيان الانسان هو متدين ولكن للأسف والده والدته لا يلتزمون ببعض الأمور الشرعية يقدمون على بعض المحرمات نجد بعض الأسر مع الأسف الشديد الولد الشاب أو البنت المؤمنة المتدينة موجودة في الأسرة ولكن الأبوين هم اعتادوا على المحرمات ويستمروا بعد ذلك عليها من قبيل سماع الغناء أو بالنسبة إلى الأم مثلا لا تلتزم بحجابها او نحو ذلك اعتادوا مثلا على الغيبه اعتادوا على نحو ذلك من المحرمات فحينئذ هنا يجب على الولد ان يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لكن هنا بالخصوص يقول سماحه السيد هذه المراتب بعد لابد ان لا يعني تطبق حالها حال ما يطبق على غير الابوين لا وانما هناك خصوصيه للابوين وان كانا يقدمان على منكر يفعلان محرما لكنه نهيهم عن المنكر يكون بطريقه خاصه وهو ان يكون بطريقه لينه بشكل لا يوجب اهانتهم ايذائهم اكثر من الحد المتعارف والطبيعي وانما بمقدار القول اللين والنصيحه وبيان الحكم الشرعي بشكل يوجب امتناعهما عن القيام بهذا المنكر لكن بأسلوب لين ومناسب، فلذا يقول في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين يعني الولد ينصح الأبوين ينهاهما عن المنكر يقول هذا في جوازه بغير القول اللين وما يجري مجرى القول اللين من المراتب المتقدمة فهذا فيه نظر وإشكال فإذا كان فيه نظر وإشكال فإن فكأن الأمر بالمعروف أنه عن المنكر في حق الأبوين سيكون محدودا الولد ينهى والده ينهى والدته عن المنكر لكن بحدود معينة بالقول اللين بشكل بحيث يحافظ قدر الإمكان على علاقته بهما ومودته معهما والبر بهما مع أنهما يقدمان على المنكر هو يردع على الأقل بالإظهار الإنزعاج البسيط الذي لا يوجب القطيع لهما أو القول البسيط اللين الذي فيه موعظة فيه رواية عن أهل البيت سلام الله عليهم هذه الرواية هي هذا المؤمن عسى أن يهتدي بها وينتفع منها بأسلوب غير مباشر من خ... ليس من خلال الحديث والتعنيف مثلا والشديد هذا قد يكون يوجب حاله من الايذاء الشديد في حق الابوين يجد ان ابنه مثلا ينهاه عن المنكر بأسلوب جاف وشديد هذا غير جائز مخالف للاحتياط لذا يقول في جوازه نظر واشكال فلا يترك الاحتياط في ذلك الاحتياط الوجوبي في هذا الامر فالاحوط وجوبا مراعاة القول اللين والذي يكون محدودا بشكل لا يخرج عن الموعظه الحسنه والاسلوب المناسب والتعامل الطيب الذي يكون بين الولد ووالده او البنت ووالدها او والدتها ونحو ذلك يكون بهذه الحدود لا يتجاوز هذه الحدود لا يصل الى حد الشده وفضلا عن الجارح مثلا أو الضارب أو نحو ذلك هذا كله غير جائز ومخالف للاحتياط الوجوبي إلى هنا تنتهي هذه المسألة بقية الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة اللاحقة في الدرس القادم بإذنه تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد